السلام عليكم ورحمة الله. بداية أسامة، شكرا لك أخي، وشكرا لقناة الدار على الاهتمام، وشكرا للنوعية ديال الأسئلة اللي طرحتي، واللي يعني كتصب في المعرفة ديال دور السائقين والمهنة ديالهم وغير ذلك، على عكس عدد من المواقع الإخبارية اللي كان كيهمها فقط معرفة الأحداث الأخيرة. فجوابا على الأسئلة ديالك، أول فكرة على السائق ديال الوزن الثقيل، هو سائق ديال نقل البضائع. ملي كنقولوا وزن ثقيل كنتكلموا على شاحنات من 3 طن ونص حتى ل 40 طن اللي كيوزوا، كينقلوا البضائع وطنيا ودوليا. وطنيا كاين سائقين كينقلوا من مدينة مغربية إلى مدينة مغربية، ودوليا من مدينة مغربية إلى إحدى الدول الأوروبية وغير الأوروبية. نوع البضائع طبعا كاين مختلف البضائع، يعني سائلة، صلبة، فواكه، خضر، نواع مواد خطرة وغير ذلك. والسائقين ديال الوزن الثقيل اليوم هم أغلبية ديالهم مكونين بحكم البرنامج ديال بطاقة السائق المهني، اللي خدوا تكوينات وخدوا بطاقة خاصة تخول لهم ممارسة المهنة ديال الوزن الثقيل. طبعا الدور الذي يقوم به هؤلاء السائقين هو دور مهم جدا وحيوي، ويعني يساهم في الناتج الداخلي الخام ديال الدولة المغربية، ويساهم في الرواج طبعا الاقتصادي والتجاري، وكلنا نعلم يعني في البداية ديال الجائحة والحجر الصحي اللي عرفوا بلادنا وعرفوا العالم كله، السائقين ديال الوزن الثقيل، سائقين نقل البضائع، لم يتوقفوا وظلوا يشتغلون طيلة تلك الفترة بهدف توفير طبعا المواد الأولية والمنتوجات والمواد الغذائية وغير ذلك. يعني بدون هاد السائقين ديال نقل البضائع، يعني تصور كيفاش غادي يوصل ديك الحليب للبقال وديك اللبان وغيره وغيره وغيره. فالدور ديالهم أكيد أنه دور حيوي، لكن للأسف الوضعية الاجتماعية ديال هاد السائقين لا زالت في الحضيض، ممكن القول طبعا من غير واحد الفئة قليلة لا تمثل أكثر، يعني واحد النسبة ديال 10% ولا 15% ديال السائقين اللي هما الوضعية ديالهم مع الشركة ديالهم وضعية سليمة، من تأمين عن الشغل وتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الأجرة ديالهم. أما البقية واللي هي الأغلبية العظمى، فنجد للأسف يعني الأجرة ديالهم لا زالت ضئيلة جدا، كتراوح ما بين 3000 و 3500 درهم في الشهر، رغم الصعوبات اللي كيعانيوا منها ورغم المسؤولية الكبيرة اللي عندهم والأمانة اللي كيتحملوها. لا نجد يعني عندهم تأمين شغل، ما كاينش، ما مأمناش الشركة ديالهم على تأمين الشغل، كاين فقط تأمين ديال السير على الطرقات اللي هو معروف، تأمين السيارات والشاحنات. عدد كبير منهم يعني ما مصرحينش بهم في لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويكفي أن أقول لك أن 80% من القطاع بنقل البضائع في المغرب، يعني كاين شطب الشركات ديالو عندها شاحنة واحدة ولا جوج، بمعنى انه قطاع يعني لا زال يعاني من العشوائيه، كتلقى الشركات المقر ديالهم في الديور ديالهم وغير ذلك. فالوضعيه ديال الشغل يعني ما مأمنينش مهنيا، ما مأمنينش صحيا كما يجب. اما بالنسبه للسائقين اللي كيقطعوا المسافات الطويله، فطبعا يمكن انك تقول نفس الشروط اللي كيشتغلوا بها سائقين سيارات الاجره، سائقين سيارات نقل المستخدمين، سائقين حافلات النقل الحضري، هي نفسها عند السائقين ديال المسافات الطويله، وان كانوا يقطعون بعض الاحيان بعض المدن الخطيره اللي كيمرون فيها وبعض الدول التي تعاني من الحروبات الاهليه وغير ذلك، خصوصا السائقين اللي كيتجهوا الى دول جنوب الصحراء، فما عندهمش حمايه وما عندهمش تامين خاص بهذه الطريقه هذه وغير ذلك. للأسف الشديد. بالنسبة لمسافات السياقة الطويلة وما يتعلق بحوادث السير وقانون تطبيق أوقات السياقة والراحة، لأنه ما كيشملهم واحد القانون ديال ضبط وقت السياقة والراحة، يعني خصهم يسوقوا 4 ساعات ونص ويرتاحوا 45 دقيقة،
ويسوقوا 4 ساعات ونص ويرتاحوا على الأقل 12 ساعة، لكن للأسف داخل المملكة المغربية لحدود الساعة ليست هناك محطات محروسة توفر لهم الراحة، ليس هناك محطات كافية، المساحة ديالها تتسع للشاحنات اللي كيجيو يوقفوا. لازلنا نشاهد شاحنات على يمين طريق السيار ويتوقفون في طريقة ممنوعة، ولكن الله غالب لأنهم يريدون أن يرتاحوا أن يناموا ولا يجدون متسع في المحطات، ومعظم المحطات يتعرضون فيها للسرقة وليس لحدود الساعة ليس هناك محطات محروسة لهم. وحتى التصريح ديال السيد الوزير الذي قبل هذا الوزير وقبله بأنهم غادي يفتحوا يعني العروض للدخول في مناقصة أو فتح عروض من أجل يعني إحداث محطات محروسة توفي بالشروط، لحد الساعة لم يتم تنفيذها، ولا زال السائقون يعانون الكثير بخصوص انعدام وجود محطات محروسة. أخيرا يعني ما وقع للزملاء ديالنا الشهيدين والسائق المصاب أيضا، ف يعني أولا نبغي نصحح معلومة، هو سائق واحد الذي توفي وكان معه أحد المواطنين المغاربة، وسائق آخر مصاب بجروح. فيعني للأسف يعني ما حدث هو مفجع جدا، الطريقة ديال الحادث وكيف يعني تم قتل هذا السائق والمواطن المغربي الآخر صدمنا حقيقة. السائقين المغاربة ما عمرهم في ديك الطريق ما واجهوا خطر مثل هذا الخطر، دائما يقطعون تلك المسافة، قد يعترضون طريقهم أحيانا، قد يسلبونهم أرزاقهم أحيانا قطاع الطرق، لكن لا يرمونهم بالرصاص مباشرة. فهذه عملية كانت عملية إرهابية، الهدف منها قتل المواطنين المغاربة وبث الرعب في نفوس المهنيين المغاربة لكي لا يستمروا في نقل البضائع أو لكي تنقص المعاملات في نقل البضائع. وهذا يحولنا طبعا إلى الجهات التي تكون عداء للمغرب ولا تريد أن يراه أن ولا تريد أن تراه يتقدم. فللأسف الشديد يعني ما حدث أثر في نفوسنا وندينه بشدة. بقي أيضا الإشارة إلى أن لحدود الساعة يعني المهنيين أصحاب الشاحنات التي تعرضت للاعتداء يعني لا زالوا هناك يعانون، ليس هناك مؤازرة من أي جهة رسمية أو غير رسمية سوى تضامن ديال الزملاء ديالهم مع بعضهم. بالنسبة يعني لنا حنا كنشوفوا على أن أولا للاستمرار في العمل بمثل هذه الطريقة وللاستمرار للتنقل إلى دول بعيدة خصوصا دول جنوب الصحراء، خصوصا الدول التي تعاني من وجود عناصر مسلحة وحروبات وغير ذلك، فنحن نطالب بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزراء الخارجية أو وزراء الأمن داخل هذه الدول التي يمر منها القوافل المغربية. هنا أذكر بأنه ما يقارب 200 شاحنة تمر يوميا عبر المعمار ديال الجرجرات في اتجاه دول جنوب الصحراء. يعني نطالب التنسيق بين وزارة الخارجية ديالنا والأمن ديال الدول الأخرى كي يوفروا لهم يعني مرشد مصاحب أمن بسيارة أو بدراجة نارية ترافق الشاحنات، وأن يحاول السفر المغاربة أن يسافروا في قوافل لا أن يسافر كل واحد وحده. ما كرهناش يبقوا يخرجوا بعشرة بعشرة ومعهم سيارات الأمن ديال الدول التي يمرون منها. كذلك نطالب بإحداث قانون يعني ليتم تعديل قانون خاص بالتأمين لمثل هذه الحوادث التي تقع للسائقين المغاربة في تلك الدول. طبعا يوجد الكثير ما يقال حول هذا الموضوع، لكن الأهم هو أن تسهر الدولة المغربية على حماية شعبها خارج أرض الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.